واحده مرأة شد لخط القماش باش تاخذ في طرف القماش، شدت هكا طرف القماش قالت له يشرب هذا، قال يتكيف وساعات يزطل، خذي تو يتوب على يدي. شدوا صحيح ما ضحكوش، برافو. يلا وليد حلوه. قال لك فما مرأة كبيره كل نهار 28 في الشهر تمشي تجبد الماندا نتاعها في الماكينه اللي في الحيط وتدخل تصبها في البنكه لداخل. الراجل تاع البنكه بت قال علاش اميمتي؟ قالت له اموري حبش تخلي فلوسي في الشارع. حكيت المرة اللي فاتوا ما حبيناش لا ما حكيت لا ما حكيت ولا ما حكيها وما حليهم ثلاثة سميهم بس سعدي سفيان ووليد برافو. يلا تفضل سعدي. يلا سعدي. واحد ياكل فتريحة من عند ابوه خاطر جاب ستة معدل، دخلت عليه امه مش عارفة علاش يضرب فيه، قالت له مش قلت لك يجي نهار وفيق بوك يفيق بيك تتكيف. جابت له تهم اخرى. حكمه اكثر منها نكته. يلا سفيان مضحك حد. مره رجلها سهر البر حبت ترجع للدار، تلبطوا في التليفون قلت له ارجع في ساعه في ساعه اولادك راهم مرضى. هو رجع في الثنية يشلبق في الكياس تشلبيق يلقى لافتة مكتوب عليها لا تسرع ابنائك في انتظارك. قال فضحتني الله يضحك. عالمي النقطة عالمي. وليد ضحك. وليد ضحك. نقطة لسفيان. نقطة لسفيان يلا. حلوة ذي. جاو الشيخ قالوا له كيفاش تخلي مرتك تخرج وتلبس العارية وانت شيخ ومصلي حاج بيت ربي؟ قال لما نحبش نشوفها في الجنة. حكمة. شكرا. يلا سعد. حكمة. مرأة واقفة بالكرهبة في الضوء، اشعل أخضر ما مشيتش، اشعل برق داني ما مشيتش، نكتة هكيك، اشعل أحمر ما مشيتش، قرب لها بوليس وقالها أختي راه ماذوك هما للولي عنك هو. مرأة زوزة مشات للطبيب، فهمت ولا حل مريضة طبيب نتاع السنون، مش عارف قال حل فمك أخضر يا مدام، قالت يا سنونك وكل ما ذهب انت شنو شي جاية تعمل؟ قلت له نحبك تركب لي آل هرم. برافو سفيان ولكن مضحك حد. يلا وليد. قال لك واحد بخيل شرى تليفون جديد حطه في جيبه تلاني ونساء قعد على الكرسي، سمع صوت حاجة تتكسر، قال يا ربي إن شاء الله العمود الفقري وكو. حكمة زادة. واحد بليد دخل السينما يلقاه فارغ، فيه راجل واحد اكهو مشى قعد دوره وقال له خويا بالله بعد راسك شوي. الراجل دخل السينما ماست. يلا سفيان. اي واحد غطى القد قد مشى المحكمه، قال له رئيس المحكمه قال له عندك حد صاحي في المكتب؟ بعثهم للسيرفر. جاء قدام القاضي، قال له القاضي ايش عمل له؟ قلت اعطيني تسع كلمات يبداوا بحرف النون. قال له نشرها، نحرقها، نطفها، نصبها، نتكيفها، نزطل، نطفي، نرماها ونرقص. ما فهمناهاش. يلا سفيان. وليد ايش حكم عليه القاضي؟ عامو باسم. ضحكوا ثلاثة. يلا قال لك سارق شدته مرأة سمينة بركت فوقه وقالت الرجلها برا جيب البوليسية. قال رجلها صباتي وين؟ قالوا سارق برا حفيان برا. ضحكوا زوز. برافو برافو برافو. قالها مع شكون باش تعدي سان فالونتان؟ جديدة النكتة. اي قتلوا مع الأسف الشديد. مع كاميرا سيراميك. مع الأسف الشديد ريت الجدمو. عطيني واحد جاب فيه نكت. اي. هاي بركت فوقه، هاو مشى للسنين، عطيني واحد جاب نكتة على سان فالونتان. والشديد لقب والأسف الاسم. يلا سفيان. اه يا سيدي. جامع. جابوا لي إمام جديد. اي الحمد لله ما غير شرب. مشى الامام، مشى الامام الجديد القديم قال له علاش نحاوك انت؟ قال له نحاوني خاطر نطول شويه في الخطبه نتاع الجمعه. نهار الجمعه جاء الامام الجديد يعمل في خطبه، قال من غير ما نطول عليكم المشرك لا يدخل الجنه. هاي اقم الصلاه. قامت العباد صلوا وهي فرحانه خاطر الخطبه قصيره. بعد ما كمل الصلاه قال لهم تعرفوا قصه سيدنا يوسف؟
قالوا له وين نعرفوه؟ قال ما لا من غير ما تجي وجمع يلا وليد. قال لك الشيخ شاف راجل يشرب في الخمر في المطار ويغزر الطيارة من بلارك. جاء قالوا من وقتاش وأنت تشرب الخمر؟ قالوا عندي 20 سنة. قالوا أتعلم لو جمعت أموال الخمر لعشرين سنة لاستطعت شراء هذه الطيارة؟ قالوا يا شيخ طيارتي هذيك. قالوا شيخ صب صب كيس صب. يلا سعد. واحد تعرف على طفلة في الفيسبوك وتفهموا باش تلاقاو في قهوة. قالت له كيفاش باش نعرفك وانت مش حاط تصويرتك؟ قالها أتو تلقاني في القهوة نشرب في جود بنان. كمل. مشى السيد لهيك القهوة ما لقاش جود بنان. اخذ جود فلاس. قعد يستنى. دخلت الطفلة لقاها هكاك وبدا الحق ما عجبتوش فهمتني. هي عرفته مشيت له طول وقالت له مراد خزر لها على جنب وقالها تو بالله هذا ترى فيه جد معناها. برافو برافو برافو. الفائز وليد عنده زوز نقاط.